ولمناقشة ذلك ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. سيد عبد القادر، مرحبا بكم. جثث مغدورة بلغت 231 جثة. المنطقة، منطقة جرف الصخر، كما تعرفون سيد عبد القادر أنها أخليت بالكامل من سكانها وهي تحت سيطرة وقبضة الميليشيات الطائفية، ولكن هل فعلا هذه الجثث مجهولة الهوية؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. هذه الجثث معلومة الهوية ويبقى العراق مجهول المصير، لذلك حقيقة من كل المعلومات الموجودة أن هذه الجثث هي معلومة للمعتقلين من أهالي جرف الصخر وغيرها من المناطق في حزام بغداد، حيث هناك الآلاف من المعتقلين المغيبين قسرا المختطفين سواء من سيطرة الرزازة أو من السقلاوية أو من الموصل أو من صلاح الدين، وهم في سجون في جرف الصخر، والكل يعلم بهذه القضية، وهذه اعترافات أصبحت واضحة حتى من أطراف سياسية وحكومية لا تستطيع إنكار ذلك الشيء، وهم يتحدثون علانية على عدم القدرة على الدخول إليها، لأن الميليشيات التي تحكم هي الحاكمة الفعلي للعراق، لأنها ميليشيات حزب الله التي يقودها المهندس والتي يشرف عليه الحرس الثوري الإيراني بطريقة واضحة. وجرف الصخر أضحت قاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني، وهي أخطر منطقة الآن في العالم، لأنها تحوي على كثير من الأمور، تحوي على صواريخ باليستية، تحوي على معتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان، تحوي على معسكرات تدرب فيها إرهابيين ليتم زجهم في مناطق أخرى. لذلك حقيقة جرف الصخر هي مدينة منكوبة، وما يجري من عمليات اغتيال للكوادر وللمدنيين هناك هي عمليات ممنهجة واضحة معلومة، وبالتالي هناك معلومة أخرى ينبغي أن نضيفها، أن هؤلاء المغدورين لماذا تم تقطيع جثثهم؟ تم تقطيع جثثهم لأنه هؤلاء قد انتزعت أحشائهم الداخلية وبيعت أعضائهم، وهذه معلومة مؤكدة على أن هناك ملايين الدولارات تم جنيها لهذه الميليشيات من خلال بيع الأعضاء البشرية لهذه الجثث. سيد عبد القادر، من يدعي بأن الجثث هذه ويصفها بأنها مجهولة الهوية، تعتقد أنها ضياع لحقوق المقتولين غدرا؟ هذه ليست فقط ضياع، وبالتأكيد الحكومة وهذه الميليشيات والأطراف السياسية ساهمت في تضييع حقوق هؤلاء، لأننا أمام جريمة مركبة. هذه الجريمة هو عملية الإخفاء والقتل المتعمد، ثم إخفاء الأوراق الثبوتية وإخفاء ملامح التعرف عليهم، ثم دفنهم بدون علم ذويهم، ثم يقولون هم ضحايا إرهاب أو لمناكفات عشائرية. طيب، إذا أنتم تعرفون أن هؤلاء ضحايا لمناكفات عشائرية أو ضحايا إرهاب، من الذي قتلهم؟ لماذا لا تكشفون عن الجناب الأسماء؟ ثم لماذا لا تكشفون عن أسمائهم إذا كنتم تعلمون هؤلاء ضحايا حسب معلوماتكم أنهم ضحايا متنوعين؟ إذا أنتم تعلمون بأصل الجريمة وبالتالي تخفونها. هذا يؤكد حقيقة على عملية تضليل الرأي العام من قبل الحكومة والمحسوبين عليها، والمحسوبين أيضا على المحافظات المنكوبة الذين يدعون أنهم في العملية السياسية يمثلون أبناء السنة. هؤلاء حقيقة يتسترون على الجريمة لأنهم يريدون مصالحهم الخاصة ومناصبهم التي منحتهم إياها هذه الميليشيات، لذلك هو غدر وتضليل للرأي العام وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، فضلا عن تضييع حقوق هؤلاء المغدورين والذين سيغدرون لاحقا، لأن المعلومات المؤكدة لدينا أن هؤلاء قتلوا في الشهر الثامن من هذا العام، عام 2019، أي الجريمة قبل عدة أيام أو عدة لم يمضي عليها أسبوعان. لذلك حقيقة هي جريمة حديثة، وبالتالي عمليات التصفية تأتي من خلال السجون الموجودة في جرف الصخر والإعدامات بطريقة واضحة، وإلا فإنه كان هناك القانون 101 الذي تخضع لديه الحكومة وتدعي أنها تنفذ القانون. قانون 101 في الفقرة الخامسة ينص على عدم دفن أي جثة دون أخذ بصمة الأصابع العشرة وتصوير الوجه، وبالتالي نشره في الجريدة والتلفزيون الرسمي من أجل التعرف عليه، وبالتالي يبقى لمدة شهرين للتعرف عليه، ثم يدفن
في مقبرة معلومة بعد تثبيت المعلومات، إذا ما ظهر دوي تجبر الحكومة أو الجهة التي دفنت بإخراج الجثة وتسليمه إلى دوي. سيد عبد القادر، أنت قلت لن تعملها الحكومة. عفوا سيد عبد القادر، لو سمحت لي، أنت قلت في كلامكم بأن الجثث وجدت مقطعة وبيعت أجزاء منها فيما يعرف الاتجار بالأعضاء البشرية، لكن ماذا تقول في تصريح لرئيس البرلمان ووزير الداخلية؟ قالوا إن المغدورين قضوا بحوادث جنائية وبمناطق متفرقة من محافظة بابل، كيف ترد على ذلك؟ هذا حقيقة تضيع للحقوق، وهذا يؤكد على أن رئيس البرلمان خانع لسلطة الميليشيات ويبحث عن منصبه وليست عن حقوق الناس والعراقيين. وبالتالي حتى إذا كانت هذه القضية، لماذا لم يتم كشف أسماءهم؟ ولماذا لم ينفذ القانون في الفقرة 101؟ لذلك حقيقة رئيس البرلمان متواطئ مع الميليشيات، ولذلك لم تحترمه لا السفارة الإيرانية ولا الميليشيات، لأنهم أرسلوا إليه قائد شرطة بابل يجتمع معه، وإلا هو رئيس برلمان كان المفروض لو هو أداة مؤثرة، لكن يعلمون أن هؤلاء منتدبين وأنهم حقيقة يوجهون من قبل الميليشيات. لو أن أنه حقيقة رئيس برلمان لاجتمع مع رئيس الحكومة في هذه القضية. سيد عبد القادر، يعني هنا السؤال، ما علاقة رئيس البرلمان بالجثث المجهولة الهوية كما وصفوها هم؟ يعني التصريح يكون منسوب مثلا لقائد عمليات بغداد أو محافظة بابل، ويمكن أن يصرح به وزير الداخلية، ولكن ما علاقة رئيس البرلمان في مثل هكذا مواضيع؟ هكذا لأنه ارتضى لنفسه أن يكون متاجرا بدماء هؤلاء الجثث وبالمعتقلين والمختطفين، حتى يقال للرأي العالمي والعراقيين لا يحترمون هذا القرار. ولذلك هناك كلام يعني قوي وصريح من محافظة الأنبار تجاه رئيس البرلمان وهؤلاء النواب الذين يغردون خارج السرب، ونعتوهم بأوصاف على مواقع التواصل الاجتماعي شديدة اللهجة، حتى يقال أن هذا ممثل السنة في البرلمان. يا أيها الدول العالمية، قد يقول أن هذه ليست جثث أعدمتها الميليشيات، إنما جثث متفرقة. هم شهادة للدول الأوروبية والدول العالمية ولمنظمات حقوق الإنسان من أجل حقيقة تضييع الوقت وكسب عملية تضليل الرأي العالمي. وإلا فالشعب العراقي يعلم أنه وجه من قبل أبو مهدي المهندس للإدلاء بهذا التصريح، وبالتالي هو ليس لديه ناقة ولا جمل إلا أن ينفذ طلبات الميليشيات من أجل أن يرضيهم لبقائه في منصبه، لأن هو أمام هزات سياسية. لذلك ولا علاقة له بكل المجمل، ولا يمكن حل القضية باجتماع مع قائد شرطة ووزير داخلية في ربع ساعة ثم يطلع هذا البيان. مؤكد أنه حقيقة دراما مشروعة يعني تم إنتاجها من أجل تسويقها للرأي العام وتكذيب كل ما هو يمكن أن يثار، لكن هذه لا قيمة لها ولا قيمة لتصريح رئيس البرلمان. الحقائق لا يمكن أن تغطى، سيد عبد القادر، الحقائق واضحة. نعم، من عمان عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.